بس فكلمت دلوقتي قال لي ازاي الكلام ده ما كانش عشان موضوع الطعام واقفة النهاردة لان احنا ككتلة نسائية في البلد دي ما بقناش عارفين نتحرك بامان، ما عارفش نمشي براحتنا، بقى في تحرشات وفي اغتصابات، بقى في حالة فتور من الشعب تجاه الموضوع ده. فقررنا احنا ننزل النهاردة عشان نطالب الحكومة باصدار قانون قاسي ورادع تجاه المتحرش او المغتصب. ايه الاجراءات اللي ناويين تاخدوها؟ الاجراءات اللي هناخدها ان شاء الله ان هيبقى في وقفه جايه الاسبوع اللي جاي، هتبقى قدام مكتب النائب العام احتمال كبير، وهنحاول فيها نلم اكبر عدد من الستات ممكنه بامضاءاتها، ان احنا نقدم زي بلاغ للنائب العام بكل التوقعات دي، ان احنا طالبين قانون يحمينا بجد، لان القانون اللي موجود دلوقتي قانون ضعيف جدا وهزيل جدا، وتطبيقه قد يكون هيبقى ضد المراه مش في صالحها، لاني اعتقد ان واحد اتحرش بواحده وخرج يعني ودخل السجن ست شهور سنه وخرج سهل جدا هو يعمل كده تاني وتالت ورابع.